خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا. بسم الآب والابن والقدس آمين. Je donnerai un petit résumé en français à la fin de mon homélie. إخوتي الأحبة، هالإنجيل اللي سمعناه اليوم فيه دموع وفيه قبولات وأيضا فيه برفان، فيه عطر وطيب. هالإنجيل الرائع اللي بدنا نحط له عنوان، الكنيسة حاطين له عنوان توبة المرأة الخاطئة. هيك كلها هيك شوي سلبي شوي نيجاتيف. أنا بحط له عنوان عروسة عرس المرأة التائبة. طلع أحلى. عرس المرأة التائبة، هيدا عرس رائع جدا. إخوتي الأحبة، التوبة بحياة الكنيسة وبحياة الإنسان المسيحي، توبة هي مسيرة حب مع الرب يسوع. مسيرة أكيد فيها ندامة، ولكن هي مسيرة اتحاد وفرح مع الرب، مسيرة عرس مع الرب يسوع. هالمرأة الخاطئة يلي عاشت الخطية بحياتها، عاشت التوبة هالمسيرة بثلاث مراحل رائعين جدا. أول مرحلة، مرحلة الدموع. هيدول الدموع إخوتي بهالحياة إن أغلى مياه موجودة على الأرض، أغلى مياه بالكون كله هو مياه الدموع. ما في أغلى منها. نحن بجسد الإنسان في 75% دلو، ولكن هالكم دمعة اللي بتنزل منه أغلى من كل المية اللي فيه، لأنه هالدموع إخوتي غير إنه بينزلوا بس نقشر بصر، بس إنما بينزلوا وقت الفرح الرائع اللي بنعيشه بحياتنا أو الحزن العميق اللي بنعيشه بحياتنا الشخصية. فرح الرائع والحزن العميق والشخصي اللي بنعيشه، هو هن الدموع اللي بينزلوا بحياتنا. هالفرح الرائع إخوتي والحزن العميق عشتن هالمرأة مع يسوع، وعشتن على أقدام يسوع، غسلت له إجراب دموعها تائبة اللي فيها حزن، وبدموعها الفرح اللي فيها حب وإيمان بإنه الرب رح يغسلها بمية قلبه، مية الرحمة الإلهية. ما في أجمل من هيك شيء مفكر فيه بهالمرأة الرائعة اللي زرفت دموعها وغسلت إجراب يسوع بحزن وفرح ببعض مع بعض. وإخوتي الأحبة، هالشيء لازم يخلينا نفكر، أي متى آخر مرة نحن بكينا لأنه نحن تائبين أمام الرب، حزينا على خطايانا وفرحانين بأنه الرب رح يعطينا الرحمة الإلهية. اتذكروا آخر دمعة بكيتوها بحياتكم، هي إذا صارت قدام يسوع، وإذا بعد ما صارت إخوتي اطلبوا من الرب الإله نعمة الدموع التائبة والفرحة أمام الرب يسوع. اطلبوها، هي النعمة تعطيكم نعمة بقبالها، نعمة الغسيل بمية قلب يسوع، مية الرحمة الإلهية. هيدي أول نقطة مهمة بهالإنجيل الرائع. تاني نقطة، مش بس قصة دموع، قصة قبولات وتبويس. هالمرأة لم تكف عن تبويس إجرام يسوع. والبوسة إخوتي بتعرفوا كمان غالية بحياة حب الإنسان، ما بيعطيها لمين مكان. الإنسان ما بيبوس من مكان إلا اللي هو كيف مكان. بس الإنسان الطبيعي بيعطي القبلة الرائعة للإنسان اللي بحبه. وقبلت هالمرأة أقدام الرب يسوع. شو يعني؟ هالأقدام الرب يسوع هي كمان مركز مهم بهالإنجيل. هن اللي خلوا يسوع يمشي على الأرض، وهن اللي خلوا يسوع يبشر بكلام الخلاص للبشرية. إجرين يسوع، طوبى لأقدام المبشرين بالسلام. الأقدام إخوتي، أقدام الرسل
والأحرى بالأكثر بالأكثر أقدام المسيح، هني أقدام رائعة جدا. بعد ما رح يطلع بسور، حتى المسلمين بسور بجنوب لبنان بيقولوا هذه الأرض التي وطأت أقدام المسيح عليها. رائعة جدا أخوتي، وطأت أقدام المسيح، وطأت الخلاص للبشرية، علامة تجسده. أنا عم بوس تجسد المسيح، يعني أنا أعلن أمام كل البشرية بجرأة أنا أحب المسيح، أنا أتحد بقبلتي مع المسيح. نحن أوقات مش أوقات دايما منقبل الإنجيل منقبل المسبح. شو يعني؟ يعني اتحاد حب مع يسوع المسيح للأبد. هيدا هو قبلة الخلاص. ونحن اخوتي بس نقبل، هلا بحب الاخر قبل تخيرة اخ اسفين نعمة طوباوي او الانجيل او القديسين، مش انه هيك عم نقبلهم هيك قصة هيك بسيطة، لا، عم قلو انا وياك يا هالقديس، انا وياك يا يسوع بهالانجيل، انا وياك بتعيش مسيرة حب واحد، التزام مجنون حتى الموت. في اجمل من هيك؟ قبلة الحب. ثالث مرحلة مهمة، غير انه قصة دموع وغير قصة تقبيل، في كمان تقدم له البارفان، الريحة الطيبة. لشو كانت تستعملوا هالبارفان على المرأة الخاطئة؟ كرمال تجر الشباب وتخطئي وياهم ويعبدوها إلها. هالبرفان اللي كان سبب انه هو العالم يعبدها لإله، عطيته ليسوع تهو يكون صاحب هالبرفان، والناس كلها تركض وتعبدوا لإله. هو الريحة الطيبة يلي كلنا بدها تجذبنا تنكون متحدين فيها ومعه. وحده هو اللي بيحمل ريحة الخلاص للبشرية كده. نحن اخوتي، نحن اخذنا ريحة الميرون، ربنا بياخد ريحتنا البشرية الفانية. قديش بتضاين ريحة البرفان؟ بتضاين لها يمكن نهار هيدا اقوى برفان اغلى برفان، بعدين بدها تروح. اخذ هالريحة الزايدة منا يسوع فيعطينا هو ريحته الطيبة اللي ما بتزور، ريحة الميرون، ريحة الخلاص. فكر اخوتي سوا، هالريحة اللي بنحطها نحن كل يوم هي لشو بنحطها؟ وين ريحتنا الأصلية؟ ريحة الميرون الموجودة فينا، شو عم نعمل فيها؟ عم بشموا فينا الناس ريحة المسيح ولا بس ريحتنا البرفان بنحطها؟ سؤال رائع فكر فيه مع هالمرأة اللي أحبت تتخلى عن كل روائح الأرض وتعطيها للمسيح، تيكون هو بس الريحة الطيبة والأبدية للبشر. هيدا اللي بحب لكم إياه اليوم أخوتي بهالإنجيل، مع عرس توبة المرأة. وهذه المرأة أكيد هلأ قديسة نطلب شفاعتها، كلنا سوا نطلب شفاعتها هالمرأة اليوم، هالمرة اللي تايبة على أقدام المسيح، لكل واحد منا تيبلش يزرف دموع التوبة ويكون عم بيقبل يسوع ويقول له أنا بحبك وحدك أنت يا يسوع، أنا عندي وحدة حب أنا وياك، والريحة اللي بدي حطها على حياتي مش روايح الأرض الزايدة اللي بتروح، ريحتك أنت بس يا يسوع بدها تبلش توصل للعالم. هيدا اليوم اللي منصليه مع أخ أسفين نعمة، يلي هو كان عايش دايما عم بيقول الله يراني، Dieu m'observe, me vise, me voit, me regarde، الله يراني. هيدا اللي خلى أسفين نعمة هالسر بحياته، خليه إنه يكون عايش قداسة لآخر لحظة، لآخر لحظة من الممات، بتعبوا بشغلوا بهالحقل. يمكن مرشربر عايش كمان شغل بالحقل بس أكتر كان عم بيصلي بالمنسكي، إنما أسفان نعمة كان عم بيشتغل بالمنكوش بالمعول بقلب الحقل. من عبقر العنكبوت
شو السر؟ القداسة سر وعيه الدائم ان الله حاضر معه. هو كل شيء، هو اللي بدي بوسه، هو اللي بدي شم ريحته، هو اللي بدي اعبده، هو اللي بدي غسله بدم، بدموع قلبي، بدموع توبتي، بدموع فرحتي. انا بدي اكون له عريس سماوي للارض. هيدا العرس السماوي. اخوتي هيك كلكو مو ان فرونسي. Ce dimanche, l'Église nous offre cette lecture parfumée de l'Évangile. Une lecture parfumée. C'est le parfum de l'amour de l'homme répandu sur les pieds de son unique Sauveur. Ce parfum utilisé pour attirer les gens à nous adorer, il est offert à Dieu, car lui seul mérite toute adoration et toute gloire. Et le parfum de la miséricorde divine, embaumant les plaies et les blessures de l'homme, baigné dans le péché, tes péchés sont remis. C'est la beauté et la bonté sublime du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. Aussi, cette lecture de l'Évangile est mouillée d'eau, d'une eau la plus chère au monde, les larmes de la personne humaine, ces larmes versées durant les grandes joies intimes et aussi durant les tristesses les plus blessantes. Cette femme pleine d'amour viva ces deux moments en même temps, une tristesse de pénitence et une joie d'amour et d'union. Ah, combien de fois je désire verser ces mêmes larmes sur tes pieds, Seigneur. Vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez versé ces larmes de pénitence et de joie d'amour devant le Seigneur dans le confessionnal. De plus en plus, cette lecture est pleine de baisers d'amour pur. Cette femme repentie n'a pas cessé d'embrasser les pieds de son maître, de son roi. Ces baisers pleins d'amour pur sur les pieds de Jésus signifient cette obéissance totale à lui. Il est désormais son roi éternel. Elle sera unie à lui à jamais. Elle témoignera de sa foi en lui courageusement jusqu'à sa mort. Elle n'aura jamais peur des critiques des grandes personnes de son entourage. Elle a tout. Elle a Jésus, son éternel amour. Voilà cette rencontre de l'amour de l'homme envers son Dieu et de la miséricorde divine envers la situation pécheresse de l'homme a fait naître un homme nouveau dont son âme est désormais l'épouse pure de l'épouse céleste. Notre Dieu, le Père, nous attend instantanément pour vivre avec nous ce mariage spirituel sublime entre notre humanité pécheresse et sa divinité pure, ce mariage divinisant la faiblesse humaine. Prions notre Seigneur par l'intercession de tous les saints et des saintes, et surtout notre bienheureux Stéphane, qui ont vécu les noces de leur pénitence, afin qu'ils nous accordent de suivre leur exemple sans hésitation et sans peur, mais avec un courage et un engagement fou d'amour jusqu'à la mort. Amen. Non, mais